ليش تبكي؟ بعد درسين ايه خلصنا، ليش ما تحب المدرسة؟ ان شاء الله درسين ونروح، لا تخاف ماما احنا هنا. لا مو صعب وسهلة، بالعكس نقرأ سورة الفاتحة سهلة، انت محافظها حبيبي لا تخاف. هسه انا راح اقول للمعلمة من يتجيك بالاسلامية. هسه انا راح اقول لها هي تحبكم وحفظتكم سورة الفاتحة. انت مو حافظ سورة الفاتحة؟ اي بعد شكو الحافظ ما يبكي ما يخاف. لا سهلة هي راح تحفظكم اياها. شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ عبد الله ابراهيم. راح نبقى بيها اسبوع، تبقون بيها هي سورة الفاتحة اسبوع، يعني مو بس يوم واحد، الى ان تحفظوها كلش زين. لا ستحفظون هسه، المعلمة هي راح تقرأ لك اياها ماما، لا تخاف. لا باوعلي شو هنا؟ شو اسمك؟ عندك انجليزي هسه؟ بس شغلة سوا. شنو يا شغلة؟ بس الحمد لله رب العالمين، بس سوا. هي راح تذكرك بيها المعلمة زين؟ لا تخاف، هي راح تذكرك بيها. يا بس ماما دق عليها. من هي ماما؟ هسه تجيك ماما ولا زهرة جاسم. امك زهرة جاسم. ها زين، هسه نتصل بيها، هسه تجيك بعد لك درسين وتطلع، وراح اقول للمعلمه تذكرك بالحمد لله رب العالمين حتى لا تنساها. يلا.